يعتمد شنو ماخذين على شنو بالضبط. وضح لنا على التلفزيون. ما لي خص. ليش؟ ها؟ ما لي خص. خلص الرئيس ياخذها. انت بس ما تقدر تعهدينه. انت واصلي الاسئله واصلي اسالي مني واسالي مني واسالي مني. الحين ما بدأوا بالخطوة يعني. بس شنو بالضبط ما نعرف. سويت تصرف شخصي وجت فرس انحسرت. وش بصير بعدين؟ هنالك انطلاقتي ايضا لدينا سميران بشعار حسنين سندكين فعلاً. هنا شعار الاهل على الصداره وعلى المركز الاول فعلاً. جيران موسي هنالك ايضا سميران الى سادس. جابوني احضر الاجتماع. ناصر بن حمد ال خليفه خطوه بخطوه وهنالك ايضا مسار زين بشعار راشد ريسي ما تكون في الخط المستقيم الان باتجاه خط النهايه. هنا مسار زين خطوه. ايه واق العالم يقول مالي خلص. تعرفون؟ لا ما أعرف. لأن أقوله شنو بالضبط؟ أنا ما عندي خبر عنه. نسمع من عندك أنت. إن السباقات مثل الحرب. والله عاد هاي ما أعرف. فيها طرف فايز وطرف خسران. أنا مو فاهم الموضوع. ما حد فاهم الموضوع. ولازم يكون في ضحايا. إحنا ماشيين عليه على التكليف اللي وصلنا. وخسائر وغنايم وحرب باردة بعد حرب الأرض. لا يهمنا الشفافية. هاي اللي احنا نبغيه. ممكن هذا شيء اذا بغوا يعيدون النظر فيه، لكن حاليا التوجيه الجاي بالصوره دي. ودام السباقات مثل الحرب توقع وتاكد. ما يصير نخترع على كيفنا. ان المحارب الذكي يعرف متى يقدم خطوه. ما طلع القرار بس اللجنه بتقرر. ومتى ياخر خطوه. وقت متاخر الحين. وقت واجد متاخر. ومتى يظل ثابت؟ ليش كلش مو عادله منه؟ ومتى يحتاج كمين عشان ينجح؟ انت رديت على روحك. فهميني. بتعرفي. سيلي الجواب بتعرفي. بس المهم من كل ذي هو شلون تربح هالحرب بشرف. اوكي جوكي. والله صراحة يعني تعرف انت خيل العربية عادة المتألق هو يوسف طاهر فيهم. عودنا في كل سباقات الخيل العربية انه يكون في المقدمة. وهالسنة بنتم نسمع هالكلام وايد، وفي هالشوطك حيلة العاديات والجلابية مو بس مرشحين على الورق، شفنا ادائهم وعرفناهم عدل. بس الحين عندك الشوطة حين 1004، فأتوقع أن الميزان شوي يمكن يختلف. يعني في احتمال كبير، يعني أحس أن 50% ليه 50% عليه. بس 50% اللي عليه بتكون حق من؟ والله أعتقد الرابدة 1796 والمعنقية 1789. بس الرابدة آخر سباقاتها ما نشوفها أدت بالصورة المطلوبة. شو اللي بيغير اليوم؟ يقولون الرابدة اللي عند جعفر خطيرة. وجعفر الكروش الأحسن عنده. إيه بس يقولون لا الرابدة أحسن من الكروش. هذه. إيه. جديدة أول مرة تركب. صدق اللي سمعناه ولا لا؟ لا ما سمعت والله ما سمعت. أو الحين منك ما سمعت. توني أسامع منك يعني. شوف أنا كل ما ألبس دي الجاكيت جعفر يفوز. الله يسمع منك. صح الكلام اللي قالوا عنه ولا لا؟ إيه صح. أخطر من الكروش؟ إيه أخطر. ما شاء الله. إيه أخطر أول مرة تركب بس فارس سين أحسن. تحس ان مستواها صار احسن من كحيلة العاديات ومن الجلابية؟ لان اذا بنشوف الشوط
ترى هذولين يعني الثنتين اللي بس نقدر نحط عيننا عليهم. اي ثنتين ما تشوفينهم مرشحينها مكتب السباق ثالث وحدي. ثنتين الافرس في نفس المستوى يعني. هذيك خبرتها اكثر جلابيه وكحيات العاديات. لها ثالث ركض. العاديات بينت يعني. اي ثالث ركض اليوم بنشوفها في الالف اربع. وان شاء الله تقدم مثل ما احنا نبي. بس شايله تبويت في الافرس كلهم هي. شايله 56 هي ازيد فارس تقريبا. هي شايله 56 في حين الربده 1796 شايله 54 وبعد مثل ما هو مكتوب ما سابقت من قبل. ف وعليها عبد الله فيصل فاعتقد ان جعفر مرزوق مال للافضليه من خيله حق عبد الله فيصل. اعتقد كذي يعني. شكلك شفت عبد الله فيصل كله يفوز في العربيات. ما شفته اتصلت بي بروحه عبد الله يبي يركب قلت لي اوكي اوريدي انا ما عندي جوكي. وهو اوريدي ما عنده شيء. ايه اوكي يعني... جوكي زين بعد تلفوني. يوم تي مدرب يتصل ليش بعد ما بتقول لي اوكي. عبد الله جوكي. يمكن افكر قبل يمكن افكر. انت ما تفكرين في شنو بس افكر أوكي. اقول ليش يوسف ما ركبه الحين يوني. يمكن افكر كذي اقول لك يعني يمكن بس هو لا قاعد قابل يعني قاعد لعبد الله شو اسمه يوسف ويغلب يعني اوكي زين يعني اوكي والرابده مالت الكويتي ما منها امل صح لان السالفه مو سالفه وزن وبس وانا والله انا ابي اتفائل من الرابده لان انت يعني اول ما طلعت لنا هالموسم قلت ان هي بتكون من الخيل العربيه الزينه زينه بس نرفز شوي يعني انا احس بدل ما نشوفها تتطور نشوفها تتراجع ما عندي تطور يمكن يوم تسوي اداء زين عاد ايش فيها الله يهداها منرفزه يمكن انت منرفزها يمكن انت منرفزها يمكن ما تبي البايزر لا نغير اليوم غير اول مره البايزر بس تعرف عبد الله ان اليوم الشوط قد يكون غير مقروء عشان كل شيء اول شيء لان الرابده لا تطور ولا مستوى ثابت فهمت قصدي والكروش كل صدق ما التطور اللي عندك إيه بس على الاقل مستوى ثابت اي ثابت ثاني ثالث نفس المقام والمرشحتين اتذكر اخر مره كان عبد الله فيصل متحير يركب كحيله العاديات ولا الجلابيه نعم وانا اعطيتك حيله العاديات لانها احسن حزتها اي ذاك الوقت افضل الحين حاليا نفس المستوى ثنتيناهم تقريبا في الفورميين ونتمنى التوفيق والحين عبد الله مو مع يوسف طاهر فصج سباق غير مقروء اذا انطلق اول مشوار للامسيه من مسافه 1400 متر للخيل العربيه الاصيله والمسجله في منظمه الواهو للافرس فقط لا غير بمشاركه ثمن من الافرس بانطلاقه الكروش 1751 مع الفارس عدنان جعفر بالشعار الاخضر والكاب الابيض تلحق به ثانيا بمحادات السياج المرشحه الاولى كحيله العاديات 1782 مع بن سندرسون المركز الثالث تتواجد الربد 1749 مع ابراهيم نادر والمركز الثالث هنالك المصن 1724 مع مارشال جورج والمركز الخامس هنالك ايضا تاتينا الربد 1796 مع الفارس عبد الله فيصل وتاخر للمعنقيه بشعار كي اتش كي اذا نعود الى الصداره والمركز الاول حتى الان مع الكروش عدنان جعفر على صداره هذا الشوط تلحق به ثانيا هنالك المصن 1724 مع مارشال ستارت وايضا الربد 1749 في المركز الثالث والمركز الرابع كحيله العاديات 1782 الفائزه باخر مشاركاتها اذا لا تزال الانطلاق حتى الان مع الكروش 1751 بالشعار الاخضر مع المدرب جعفر مرزوق بينما هنالك انطلاقه ايضا المصن 1724 مع يوسف البعين ومن الجانب الاخر انطلاقه الربد 1796 مع الفارس عبد الله فيصل اذا ايها المتابعون الكرام هنا الغير المرشحة في هذا الشو الربدة 1796 هي من تخطف تطارد هذا الشو إذا الربدة 1796 من تقص شريط الأمسية للخيل العربية الأصيلة وتهدي المدرب جعفر مرزوق أول انتصاراته في هذا الموسم قلت لك الجوكي خير قلت لك الجوكيت يا جماعة الجوكيت اول ثاني جاب
شوي خيل زينة تعصري. لا لا الرابجة إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله لها مستقبل صراحة. شيخ كبرطة صح؟ الشيخ عيسى؟ إيه. مستانس ها؟ يا تتكلم يا. أعرف الشيخ عيسى يستانس صدق على فوزك. إيه إيه. والعربيات طبعا. إيه. توقعت إني بفوز لأن مثل ما قالوا إن الفرس يعني زينة في التمارين قاعدة تغلب حتى الخيل الكبار. فلهالسبب أنا ركبت الفرس لأن حسيت إن هي عندها فرصة وسألت عنها يوم الأربعاء قالوا كلش ممتاز الفرس فكان عندي أمل إني بفوز. أنت الخطة ما مشت مثل ما أنت تبي بالضبط لا صح؟ لا يعني أنت ما كنت تبي الكروش الججم؟ لا لا يعني كل مرة تمشي قدام آخر شيء ترى توقف ترى تلاحظ يعني بس اليوم ما وقفت. ما وقفت. يعني أوكي إن الفرس تصرف. إيه تصرف. بس يعني شفناك دفاعها جدا قوي يعني الفرس يبين إن عندها الخبرة الكافية اليوم. والله يعتمد على اللي يدربها اللي يدربها اللي يركبها في التمارين يعني فارس مخضرم سمير داود يعني علم الفرس وجابها فاهمة إلى الريس. سمير صح يا بالربدة فاهم الريس بس علي سمير ما فهم الجلابية صح. لا لا مو زعلان هون بس الخطة ما مشيت على نفس الحين أبويها. شنو كانت الخطة؟ المفروض مش نمشي عشان ما يتعطل وأنت تقول. والمفروض لنا بيني قعد ورا. إيه. أنا محلي ثالث إيه؟ من قدماني بس صار الريس سلو فإحنا ما توقعنا إن الريس سلو فقال لي يوم شفت الريس سلو مفروض أنا أروح قدام علي سمير إنزين تأخر إيه إنزين بس أنا كنت مجود أنطر أشوف في أحد يروح قدام لولا فيوم شفت كذي الريس مفروض كنت أنا أتصرف أروح ليه بس ما كان عندي الأوردر الأوردر مالي كنت أنا قاعد ثاني ثالث هاي اللي صار يعني والله شوفي هو جوكي إذا ركب خلص الريس هدى انتهى الريس ما تقدر تعيدينه عرفتي؟ بس غلطت ترى من؟ انت ليش؟ ما يصير تقعد انت اقل وزن مش روح بس مو على انا غلط انزين اذا انا رح سويت تصرف شخصي وجت فرسي خسرت وش بصير بعدين؟ ايه اعرف بس يعني انا احس ان الجوكي لازم يعرف يتصرف حذف حذف وبعدين يتحمل بس لو عندي الجرين لاين اكيد بصرف انت هل اعطيتهم بلان بي ان لو صار الشوط بطيء شو انا انا علي اعطيته الاوردر اذا تاخر بين انت تروح خلاص ما تنتظر يعني روح انا اوردر ما اقعد ثاني ثالث زين لو رحت انا بروحي سويت البيس وجيت خسرت الفرس ليش تصرف تصرف بروحك؟ قاعد انا بوابه اثنين يعني من قدامين قاعد نفس ايده قاعد ننتظر الناس تقوم يقوم معاها بس الحين الشوط انتهى فنعيد حساباتنا مره ثانيه حق سباقات ليه انتهى خلاص مبارك حق اخوي جعفر يستاهل جعفر يستاهل والربده يا رب مو اخر فوز والكروش مو مثل ما قلت قبل الشوط كل مره ذيك الفرس ما تلاحظينها كل مره توقفني اليوم كملت يعني الثاني ثالث بعيد عنها بعد يعني دي بعد ركضت بس قلنا الكروش ترى ركضت احسن منك حيله العاديات احسن واحسن من الجلوبي إيه واحسن منهم اي احسن منهم اي اشوى يعني إيه تطورت اما الربدة 1794 فهذه الوقت اللي اقول ان المشكله مو من ابراهيم منها هي الربدة هي لا مو من ابراهيم شيء طبيعي اي واحد يفوز لان امهر عمرهم 3 سنوات صغار وفي منافسه بتكون ما اقدر ارشح هارتوك انه يعني كمرشح اول قوي هالكلام صحيح بس بعد يظل هارتوك هو المرشح الاول والعافور مرشح ثاني ومغاير مرشح ثالث يعني باختصار هم المفروض الافضل في الشوط واذا برشح الاحسن بينهم انا ممكن الصراحه ارشح الحل العافور في الشوط يعني ان عنده مراكز متقدمه يعني انا في وجهه نظري ارشح العافور فاليوم بيكون بعد لا بس قويه انه بيفوز بعد هو اجهز خبره هو اليوم يعني الحصان العافور يعني وهو انا رشح اليوم وعندك هارتوك يعني هارتوك خطير انا ما ادري عن هارتوك بس اشوف الحصان ما شاء الله يعني عقب كل ريس قاعد يتعلم قاعد يتطور ويصير احسن والمفروض ان اليوم مسافه في صالحه يعني احسن لمن ال 1200 المفروض وليه تشانس كبير لنا خلاص ما عنده بعد عذر ان الحصان اليوم مو جاهز او ما راح قبل سباق مغاير يعني صدق انه يمكن ايه بس بعد ما ادري والله الحصان زين يعني تعرف اخر يا خوافي اخر مره غالبنا
هم الثلاثه دينين ما بيطلع عنهم الشوط يعني ثلاثه، لان اخبر خيل واجهز خيل وعندهم بليسات راكزين في الشوط. منتجات يعني تروح تعرفين جيمس يعني كل مره يفاجئنا بشيء جديد. فاليوم عند الفيفرت اللي راكبنا عبد الله فيصل، بس انا اشوف كذي مع المرشحين انا ازيد شيء مغاير، بس يمكن يطلع بعد واحد احسن منه ويجي يغلب. لا تستغربين. لا صراحه ما بستغرب في ذي الشوط. وانتاج خالد عبد الرحيم امورتل بعد المفروض زين يعني جاي فارس محترف، واحتمال ان ذا الجواد المهر يعني اتوقع انه زين. ما اقدر انا احكم عليه الحصان، ما اقدر احكم عليه اليوم انه هو يفوز اليوم يعني هذا الحصان، بس انا اروح يا الخبره الخيل الخبره يعني. زين ننطر العفور وهارتوك. They're off and racing. أيها السيدات والسادة، انطلق الشوط الثاني من مسافة 1400 متر، انطلاقة بطيئة لأفنان من البداية، بينما انطلاقة سريعة لمغاير. المرشح الثالث في هذا الشوط مع الفارس عبد الله فيصل هو الذي يتصدر السباق، الذي انطلق من البوابة الرابعة، بينما تلحق به ثانيا هجير مع الفارس أندرو إليت، والمركز الثالث وافيا مع شيموس كرونين، والمركز الرابع ميسيو دي لوني مع دينسون رودريغيز، والمركز الخامس هنالك المرشح الثاني العفور بشعار العفو ريسينج امورتل في المركز السادس، والمركز السابع هنالك ضرخام، والمركز الثامن هنالك ايضا هارد توك المرشح الاول في هذا الشوط. والدخول في الخط المستقيم الان باتجاه خط النهايه، لا تزال الصداره والانطلاق حتى الان مع مغاير سلاله مالتي بليكس وحشاره بقياده الفارس عبد الله فيصل، المركز الثاني ميسكيو دولينانيت مع الفارس دينسون رودريغيز، والمركز الثالث وافيا، بينما انطلق ايضا المرشح الاول هارد توك مع الفارس ديفيد ايجن. فعلا ايها المتابعون الكرام، مغاير هو الذي يتصدر السباق، محاولات ايضا من قبل هارد توك مع الفارس ديفيد ايجن من وسط الجياد، انطلاقه ايضا امورتل مع ديفيد مع اندريا زيني. فعلا ايها المتابعون الكرام، هنا مغاير يقترب من انتزاع الشوط الثاني، محاولات من قبل هارد توك، لكن مغاير يطير الى كاس نادي راشد الفروسيه، وهي ايضا وسباق الخيل المركز الثاني هارد توب مورتل في المركز الثالث، والمركز الرابع هنالك ميسيو دي لوني. مغاير ما نعرفه احنا. مغاير ما تعرفه؟ لا انا ولا بعرف خيلي. مغاير ما عطى احد مجال وفاز. كنت يعني ابى اخليه في الوسطى، في وسطة الخيل، بس ما قدرت. كان الحصان يعني مثل ما قلت متطور وكان حار من البدايه، فقلت ما راح اتعاصر اياه، اخليه يعني على كيفه. واعطاني كيك في السيده ما شاء الله عليه، اتطور اكيد يعني. اول ركضه كانت زينه مو سيئه، مركز ثالث كاول مره. اليوم اتطور، ومن قبل الشوط كان المفروض انه هو اللي يفوز. شلون المفروض قبل الشوط هو يفوز؟ السباق اللي قبل حصاني غالب هارتوك، بس مفروض ان حصاني افضل. انتوا ما هقيتوا ان اصلا مغاير بيكمل من كذي، يمكن هارتوك تاخر. He's a bit lazy in the first half of the race. He needs a bit of experience to get to know how to race. انا رشحت هارتوك ليش؟ لان الفارس او ان المدرب يمكن اللي اعطاه الخطه انه يريحه، بس الحصان انا شفته ما يود يعني ثالث او رابع، وايد ورا وطالع برا الحصان وايد متاخر، ما يعني صعب علينا انه ضغط اكثر من اللازم. وعشان It's always my mistake. هاني ولا اكيد كم بعد. Because he didn't think مغاير can finish the race. Or he didn't think that مغاير is that good. He can only train his own horses. He can't train somebody else's. I hardly know my horses. حيدر حلو الثالث حق اول مشاركه، ورا مغاير ورا هارتوك. من اول سباق يعني ابهرنا بهذا السباق، ما شاء الله ثالث وايد زين، وايد زين يعني حق مورتل لان اول مره. واتوقع يعني السباق الثاني اتوقع بيتقدم هذا الجواد. بس شوفوا العافور وين كان، على الاقل يكون مركز رابع. طب اوكي اللي سواه كلش مو عادله منه. لا. شكله الليله ما بيحصلنا فايه. شكله كذي. لا من صدق محمد يعني
توقعت منه أفضل من شنو؟ إيه العافور ما توقعت منه أنا، يعني توقعت العافور كان بينافس يعني إلى المركز الثالث يعني، ولكن أخفق يعني، طلع كلامنا في العافور يمكن خطأ مفروض، بس الجوكي حول يقول مو مركز الحصان يمكن يبقى البلينكر. كل من الحين قاعد يبي يعالج يعني مشاكله بالبلينكر؟ هذا كلام الجوكي، أنا كلش كلام الجوكي. فلازم ننتظر إلى ليلة الأربعاء نشوف بحلقات تصوير ويا السيارة تحصل فكرة أحسن. هاي هذا اللي نافعت لنا فيه بس. شكرا. أهلا وسهلا. بتصير مواجهة بينهم اثنينهم في الشوط يعني. مواجهة بتصير بينهم. ريتوت وجود نيوز. والاثنين تصنيفاتهم الأعلى بين المشاركين في شوط هاندي كاب من 0 إلى 45، بس هل نقول جود نيوز كونه داخل السباق كجست بتصنيف 46؟ لا والله ما أتوقع، بحكم الوزن اللي عليه 61 ما رشحه، وعلينا إن فارس برنتس تعرف الوزن يعني ما بيساعده، يعني كفارس برنتس ما بيساعده، فأنا أروح اليوم ويا شواش، أنا أرشح شواش. يعني الشوط العدة يعني الخيل معظمها لها فرصة في هذا الشوط، بس اليوم في اللي يرشح كومبلينا؟ والله أتوقع على حسب النتائج والمشاركة تكون كومبلينا، يعني الوزن ممكن يكون مناسب لها، والفرس راكضة هذه المسافة ومحققة نتائج طيبة. يعني في لي رشح كومبلي، بس هاي الخيل راكضة يا خيل أبطال ومبينة، يعني هاي اثنين مبينة أبطال وهم بحسمون الشوط. كمبولينا شفيه تفوز إن شاء الله. الله يسمع منك. شفت ذكرنا الله في الحلقة اللي طوفت قلت كتف والدعاء حق فوزينا. اي والله ما قصر. لأوزيل لروف آند ريسينج انطلق شوط الثالث على كاس بنك السلام من مسافة 2000 متر للجياد الانتاج المحلي لعمر 3 سنوات وما فوق، هانديكاب من 0 إلى 45، ينطلق بمشاركة 6 من الجياد بانطلاقة مرجاني، هو الذي يتصدر سباق مع الفارس المتصدر في قائمة الفرسان عبد الله فيصل، يلحق به ثانيا جود نيوز مع الفارس المتمرن ميثم أحمد، والمركز الثالث تتواجد كامبولي مع الفارس ديفيد إيغن، والمركز الرابع هنالك راعد مع الفارس أندرو إليت، شواش في المركز الخامس، والمركز السادس يتواجد ريتورد بشعار فيكتوريوس مع جيرالد موسي. إذا نعود إلى الصدارة، والمركز الأول مع الفارس عبد الله فيصل، مرجاني سلالة بلوسار وروبيريا على صدارة هذا الشوط مع الفارس عبد الله فيصل، يلحق به ثانيا جود نيوز مع الفارس ميثم أحمد الذي ينحدر من سلالة أنكورمان، والمركز الثالث بمحاذاة سيات تتواجد كامبولينا مع الفارس ديفيد إيغن، والمركز الرابع هنالك راعد الفاز بكأس افتتاح الموسم في الموسم الماضي. إذا نعود للمركز الأول والصدارة حتى الآن مع مرجاني عبد الله فيصل، المركز الثاني راعد مع الفارس أندرو إليت، جود نيوز في المركز الثالث كامبولينا رابعا، شواج في المركز الخامس، وريتورد حتى الآن في آخر الجياد، هنا الدخول في المنعطف الأخير الآن باتجاه خط النهاية، لا تزال الصدارة والانطلاق حتى الآن متواصل مع مرجاني، بينما هنالك محاولات أيضا من قبل جود نيوز من جانب مع الفارس المتمرن ميثم أحمد، ومن وسط الجياد انطلاقة ريتورد مع الفارس جيرالد موسي، ومن الجانب الآخر انطلاقة كامبولينا مع الفارس ديفيد إيغن. إذا هنا كامبولينا وهنالك من الجانب الآخر هنالك أيضا ريتورد مع جيرالد موسي، إذا ريتورد هو الذي يتصدر سباق، بينما تخطف الصدر الآن من قبل كامبولينا مع الفارس ديفيد إيغن. إذا كامبولينا من جهة، من الجهة الأخرى هنالك أيضا ريتورد، فعلا دخول ثنائي على خط النهاية، كامبولينا من تخطف صدر الشوط الثالث على كاس بنك السلام، المركز الثاني ريتورد، المركز الثالث مرجاني، وجود نيوز بالمركز الرابع. ديفيد كامبولينا today show her a good class against the older horses. Yes, it's a very good for filly taking on the older horses, getting no weight allowance. She's carrying 61 kilos today, 61 and a half, and she had to battle really hard up the straight. I think she's a real stayer. She stays really well, so she's a nice filly to look forward to.
الصراحة صج إنتاج فوزي فارق. فرس أنت لو تلاحظها سيء، يعني قاعدة تتطور من ريس لريس، شو نتائجها جاية أول ثاني ثالث، واليوم بعد غلبت، يعني قاعدة في تطور وبعد بتكون أفضل. بينت أن هي متميزة في هذه المسافة، اليوم مع خيل أقوى والفرس طيبة وسلالتها بعد زينة، نتمنى بعد الريسات الجاية تقدم الأفضل. يعني كومبانينا نشوفها أحد خيارات أكس البحرين، فهل بشكل خطورة على وسيلة؟ أكيد يعني 100%، بس يبقون عند مدرب واحد يعني، فأنا أشوفها بتشكل خطورة على وسيلة. ما تلاقوا، ما أقدر أقول لك تشكل خطورة، ما تلاقوا مع بعض، نتلاقوا وبعد نقدر نثبت بينهم من اللي بيفوز. تقدر تشكل خطورة على وسيلة، بس تظل وسيلة لا زالت المرشحة الأولى في الأوكس. I'm sure Mr. Nash will find a nice race for her 2000 meters plus, because I think that's where you'll see the most improvement from this filly. طبعا هذا الشوط التصنيف 0.75، يعني اكثر من جواد الى فرصه، يمكن من اضعف الاشواط اللي بيجي 0.75. صج الصراحه في هالشوط ما نقدر نختار اسم، وانتم بعد تشوفوا الاسماء، ترى المشاركين 16. خالد الخاطر كان مشارك بس خيل طلعوا من ذي الشوط لابلني وجنسو مشات يا معوض ما تعرف ليش؟ إيه خالد خاطري جات نتيجة بوزيتيف على استكمال، شارك في 25 ديسمبر في سباق وكسب، واستلمنا نتيجتها من كم يوم، وطلعت بوزيتيف حق أنابوليك ستيرويدز. هو قعد معاه أمس وتكلم معانا وبين الأدوية اللي استخدمها وكذا، فيعني بنمشي يعني في الإجراء القانوني حسب النظام. شو هاي نفس اللي صار مع حسين الديلمي؟ نفسه استنزول. وي ما صدق يعني بتوقف أسبوعين ما أدري شو سنتين؟ ما طلع القرار بس اللجنة بتقرر. الموضوع ما يوقف هني ترى، وتفاصيله يمكن أسوأ من تفاصيل اللي صار مع حسين قبل سنتين وتذكرونه، بس اللي يختلف هني إن ترى خالد استلم الكاس، وهم ما يسلمون الكاس إلا لما توصل نتيجة التحاليل. بس شو اللي صار وغير النتيجة بعدين؟ أعطوني فرصة شوي وبنعرف كل التفاصيل. وخلوني الحين أسأل عن خيل يوسف البعينين. بنك ولا أوديسا؟ والله اثنينهم زينين، نتوقع بنك أحسن. في كل شوط هانديكاب من 0.75 المفروض بنك يغلب في كل شوط، احنا شفنا اداءه في كل الاشواط، بس في النهايه نشوفه يجي متاخر بشكل كبير يعني، بس اليوم المفروض ما يتغلب على الحواجز اللي كلها ويفوز. انا اكثر شيء ويا اوديسا. اوديسا انت اكثر؟ ايه انا اشجع روزي. لا حكم المسافه انا اتوقع مسافه شويه احسن منك. ايه اوديسيا بعد ان شاء الله، يعني شوف كذا من كذا جواد من الشوط الموجودين الى حضور، انا بعد اروح اللي هو ابسولوتيو حق المضمر طالب علي، اشوف انه بعد له فرصه اليوم. فعلا الحصان قاعد يتمرن من خيره الجياد، بس ان شاء الله اليوم نطمح انه يكون يعني في المقدمه ويا الخيل ويغلب، لنا مسافته هذه هي يعني ان شاء الله. دركاش في الالف متر هو يعني الكلام اللي الكل يقول عنه 1000 متر 1200 0.75، وعلى ما اعتقد اللي هو مفروض انه يكون مناسب الى الشوط من ناحيه الاوزان، ان شاء الله يكون يعني وش يسمونه ويطلع بمستوى احسن من الريسات اللي فاتت. الاغلب يرشح بنك. بنك بعد على مستوى انه يرجع مستواه اكيد يغلب، بس الشوط بيرد يعني مفتوح. فعلا في يعني اكثر من حصان هناك، مو بس بنك يعني كذا حصان قدموا، واعتقد بتكون منافسه حلوه يعني بحكم اللي هو هانديكاب من 0 ل 75 تقريبا الخيل مساويه، اتوقع فنش جماعي. And the
لروف اند ريسينج. ايها السيدات والساده، انطلق الشوط الرابع على كاس مصرف السلام من مسافه 1200 متر بمشاركه 16 من الجياد المستورده ثيربريد بانطلاقه ديليجنت ديب، هي التي تتصدر السباق من البدايه مع الفارس محمد الصفار، يلحق به ثانيا مانوليث مع جيرالد موسي هاشتاك في المركز الثالث، والمركز الرابع كونسيكونسس مع زهير متي، والمركز الخامس هنالك تمادي مع الفارس مارشالز جارز. لا يزال انطلاق حتى الآن مع ديليجنت ديب بشعار الكي ان ان ريسينج. المركز الثاني انطلاقة مانوليث مع جيرالد موسي، ومن وسط الجياد هنالك انطلاقة كونسيكونسس مع زهير مجيد، ومن وسط الجياد هنالك انطلاقة تمادي مع الفارس مارشالز جارز، وهنالك أيضا محاولات من قبل لدينا بانك مع الفارس حسين مكي. فعلا أيها المتابعون الكرام، لا تزال الصدارة والانطلاق حتى الآن مع ديليجنت ديب. من وسط الجياد هنالك انطلاقة اوديسا مع روزي جيسر، ومن جانب السياج هنالك انطلاقة مصيب مع الفارس ابراهيم نادر. فعلا ديليجنت ديب ومصيب، اذا مصيب من يخسر صدارة الشوط الرابع، ويهدي المدرب باسم مهدي اول انتصاراته في هذا الموسم بقيادة موفقة من الفارس ابراهيم نادر. مفروض احنا خلاص نتعلم انه يعني في مثل هالنوع من الاشواط كلش ما نتوقع من قبل الشوط. إيه، لأن الشوط مفتوح. مصيب فوز مرة واحدة من قبل صح؟ العام فوز غالب خيل أقوى من هالخيل، لو بنلاحظ العام نرجع غلب خيل لقلر ما لقلر. أقوى خيل في السرعة غلبهم للحصان، واليوم لازم يغلب لأن وزنه زين والفارس اللي عليه زين. أسبوع اللي طاف وديته على القراس كان زين، عطى مشر زين الحصان، فاخترت بناركب. أنا اخترنا ليجوك اللي نزلت في كيلو عشان يساعدنا أكثر، يصير أقرب للخيل. صعب قبل الشوط نتوقع حكم النتائج، يعني بنرجع للنتائج اللي قبله، بس هي مفاجأة الشوط بالنسبة لي كانت أوديسا. منصوري متضايق على أوديسا. حسب عم ليش فيها أوديسا؟ ينرفز اللي صار صح؟ إنه يعني كان كلش 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 جانسها وايد قوي بس ما صار. يلا ما راح تبعد، راح الشوط لأخوي ما طلع منه يعني. انزين ليش ما نشوف مصيب بعد اكثر يعني؟ ليش ما عرفت السنه؟ ما في اشواط، ما قاعد ما في اشواط للخيل هذا. بس عاد تعرف ليش خساره؟ لان هاي الشوط يعني صدق كان في تشانس وصدق يناسبها، الحين متى بتحصل شوط نفس هالشوط تقدر تأدي فيه؟ بلا في اشواط من 0 ل 75 ما في؟ اشواط يعني على حسب الديستنس. لا لا ان شاء الله تحدي في اشواط يعني 0 75 في اكثر من اشواط. يعني احس حرام اذا الواحد عنده حصان كذي ما يفوز الا فوز واحد في السنه وتسبب الاشواط. بعد شو نسوي؟ هاي النادي يعني نظامه او الهانديكابر، احنا مشكله تعبانين من الهانديكابر واجد. الهانديكابر مو علي انا اتكلم عن نفسي. معظم خيل تخسر تفوز يطيرها واجد فوق، تخسر شيء بسيط ينزلها اوفر تحت. يعني موضوع الهانديكابر انا يأست منه وقلت لكم خلاص ما ابغي اتكلم فيه. لما النادي يسمحون لنا نتكلم معاه بعدين يصير خير. واذا برجع للخيل، مفاجأة الشوط اللي بعد المركز الثالث قيادة محمد الصفار. يعني إذا بنرجع لأول أربع مراكز كلها مفاجأة، كلها بعيدة عن التوقعات. بس خلوا عنكم المراكز الأربعة الأولى الحين، تتوقعون لو داركاش ما تأخر في الانطلاقة هالكثر كان يقدر يفوز على هالخيل؟ هو يتكلم عن قوانين برا، كيف هو؟ صابرين اليوم 10 على 10. بس ترى معاها ديراب ودوشامبي وحراش ورماني موجود بعد. وخاطري أقول حق محمد سعيد، شوف انت كل مره تقول لي مثل، هالمره انا بقول لك مثل. ايه تفضلي ام هلال. يقول لك من طول الغيبات جاب الغنايم. جاب الغنايم إيه؟ لكن ما اظن ان رماني وراه غنايم. الحصان صعب عليه، ان الحصان اليوم نقول انه يغلب او يجي ثاني سكن، اتوقع يجيب ليس مع وجود صبرينا ما شاء الله. لا اكيد لا صح، صعبه صعبه صعبة. يعني تعرفين دي الفرس ما شاء الله عليها صابرينة، باختصار صابرينة 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 يعني. فشنو مركز الأول؟
صابرينه بكل سهوله. المركز الثاني بعد زين الحمد لله. طولي بكم؟ يعني بكم طول وراه؟ هذا عاد حسين مكي يتحكم يعني في الشوط. مين يصير قدام بيغلب الطول بيغلب بعشره. ما شاء الله يعني كانه راكب سياره. صابرينه الى اليوم سووا لها شوط سريع، سووا لها شوط بطيء. صابرينه اليوم بتحقق الفوز العاشر. They're off and racing. انطلق الشوط الخامس على كاس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمشاركة خمس من الجهات من مسافة الميل، المسافة الكلاسيكية التي تعشقها الجهات. بانطلاقة الرماني هو الذي يتصدر السباق مع الفارس الايرلندي شيموس كرونين، يلحق به ثانيا المرشح الثاني جيراب مع الفارس عبد الله فيصل. صابرينا في المركز الثالث مع الفارس حسين مكي، والمركز الثالث حراش مع عدنان جعفر. دوشامبي في المركز الخامس. لا يزال الانطلاق حتى الآن متواصل مع رماني الذي ينحدر من سلالة سوسايتي روك وإمبريال كويس بفارق أربعة أطوال عن المرشح الثاني ديراب. في المركز الثاني الفائز في آخر مشاركاته في مسافة 1400 متر، المرشح الأولى صابرينا بشعار فيكتوريس. في المركز الثالث والمركز الرابع حراج مع عدنان جعفر، وحتى الآن دوشامبي في آخر الجياد. هنا الدخول في المنعطف في الأخير الآن باتجاه خط النهاية. لا يزال الانطلاق حتى الآن متواصل مع رماني، بينما انطلقت حتى الآن المرشحة الأولى في وضعية الانتظار وفي وضعية اليد. المركز الثالث هنالك ديرا دوشامبي، في المركز الرابع بينما المركز الرابع حراج. إذن هنا انطلقت المرشحة الأولى صابرينا التي تنحدر من سلالة امبيريال ستار وسولو أتيمد. المركز الثاني هنالك محاولات من قبل رماني مع الفارس شيموس كرونين، لكن المرشحة الأولى الآن توسع الفارق إلى أكثر من ثلاثة أطوال. إذن صابرينا هي بطلة الشوط الخامس بقيادة الفارس حسين مكي. المركز الثاني رماني، ديراب في المركز الثالث، وأيضا دوشامبي رابعا. صابرينا ما في عليها كلام، ما أقدر أقول لك شو عنها. نادي جديد طبعا، فوز سهل ومتوقع، وقعدتها الأميرة يعني نطلق عليها الأميرة اللي هي صعب هزيمتها، ولا جديد عليها بطلة السباقات. البطلة أنا أقول لك هذه الفرس يعني متوجة نروح بنفسها يعني ذي الفرس، ما توقعنا في المايل أحد يغلب هالفرس. بس الصراحة رماني أحس إنه يا بالغنايم اللي يبيها محمد سعيد، ترى كان ثاني ولا كانوا فارقين عن الباقي. ما توقعت إن رماني بيكون منافس، يعني فرق عن باقي الخيل. طبعا ما يقدر على رماني على صابرينا، بس فرق عن الخيل الباقي. عودته قوية كانت، مستوى فوق المتوقع. المفترض يكون مسار زين مرشح بقوة اليوم، ومفروض إياها الجياد صعب إنه واحد يتغلب عليه. ليش صعب على أحد يتغلب عليه؟ هو صج صاحب أعلى تصنيف في شوط هانديكاب من 0 ل 80، بس بعد نقدر نرشح فوربيدن لاند لأنه اللي صار معاه ذاك المرة. إذا تسمح لي أقول كانت يمكن غلطة جوكي إنه ما أدى. كلام صح، تأخر إن شاء الله اليوم نقدم زين. مفروض يعني ذاك المرة صراحة ديفيد إيجن صج تأخر عليه وايد من كذي، يعني أنتوا صدمته وإحنا صدمنا. نعم إن شاء الله اليوم تواصل إن شاء الله فوق. بس تهجع زمران؟ إيش في زمران؟ اللي قدر يجيب مركز رابع وراء ميدل وينر في ذاك الشوط، أتوقع أنه هو يعني يقدر يحقق هاي الفوز. من المفترض، بس زمران لو بتلاحظ مستواه متقلب. هذا الحصان يوم نشوفه قاعد يأدي ويوم ما قاعد يأدي، بس الحصان يعني مثل ما نقول كواليتي بإمكانه أنه ينافس. صعب لأنه مو مسافته، مسافة جدا قصيرة عليه 1600. قلنا ما دام يحب البيس خلنا نجربه ويا البيس 1600 في بيس. إيه. قاعد متفيل بنشوف شلون. ويقعد ينتظر. ها؟ يقعد ينتظر. على الأقل البيس بدون هود البيس يساعده شوي. يكون فاست بيس هو يصير ستل شوي. صار ستل يجي سيده، اذا عنده شيء الحصان ان شاء الله يبين. يعني عينك على من غير زمران؟
والله مفتوح الشوط حصان حصان إيه فوربيدن بس ممكن إحنا نرشحه خاصة الأسبوع اللي طاف حل في المركز الثالث وشفنا مستوى يعني بشكل واضح خاصة بعد السباقين اللي قدمهم المركز الأول والمركز الثالث فأعتقد مو غريبة عليه إذا فاز إن شاء الله إن الحصان يقدم مثل ما إحنا نشوف الحصان إن شاء الله يعني فوربيدن لاند شوية كونسيستنت قاعد يركض منتظم شوي الحصان غلب جاي ثالث دخول قوي ذاك اليوم احسه هو الخطير يعني بس تعرفين هذا هاي اكو 075 شنو صار اوبن شو اي هاي 075 خله على صوب وهاي نفس الشيء ترى 075 080 اولويز اوبن ريسز اوكي ان شاء الله ان شاء الله لو واحد رزق ياخذ روف اند ريسنج ايها السيدات والسادة ايها المتابعون الكرام انطلق الشوط السادس على كاس مصرف السلام من مسافة الميل 1600 متر بمشاركة 13 من الجياد بانطلاقة عيدية هي التي تتصدر السباق من البداية بينما تغيرت الصدارة الآن لمصلحة ريبل ديلوب مع الفارس مارشاليس جارس بينما تخطف الصدارة مرة أخرى الآن من قبل عيدية روزي جيسب على صدارة هذا الشو خطوة بخطوة هنالك مضمار مع الفارس شيموس كرونن بتار في المركز الثالث مع أندرو إليت مسار زين رابعاً فوربيدن لاند في المركز الخامس سبيك أو سادساً والمركز السابع يتواجد زميران ثامناً هنالك لودروم والمركز التاسع حصة إذا نعود إلى الصدارة والمركز الأول هنا تخطف الصدارة الآن من قبل واير تاب بشعار فيكتور يسأل عايدة الملكيتة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة خطوة بخطوة هنالك أيضاً مسار زين بشعار الراشد ريسينج هو الدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية هنا مسار زين خطوة بخطوة من وسط الجيال هنالك محاولات أيضا من قبل جرالد موسي مع زميران ومن الجانب الآخر انطلاقة فوربيدن لاند فعلا أيها المتابعون الكرام هنالك انطلاقة أيضا لدينا زميران بشعار الحسنين سندكيت فعلا هنا شعار الأهل على الصدارة وعلى المركز الأول فعلا جرالد موسي هنالك أيضا زميران إلى سادس أشواط الأمسية إذا زميران هو بطل الشوط السادس على كاس مصرف السلام أقول أن اللي جاء وراء ميدل وينر رابع سهل المفروض يكون عليه دي شوط وفعلا اليوم الشوط كان صح له حق زميران الحمد لله رب العالمين الشوط كان كلش الشوط كان كلش كلش أوكي مستانسين على الفوز الحمد لله رب علي جان مغرور علي جان لا مو مغرور وايد متواضع لا مو متواضع مغرور حتى يستوعب وصل شوط فايز زمران وبعد فارق قاعد مو مسوي رياكشن بس ساكت مشكور شيء متفاجئ لا 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 ما اقدر اقرا يعني حصاني زين في الشوط قلت اذا سوى المسافه اكيد بيكون هو الخطير على الشوط هو حصان كواليتي بس كان مظلوم من الاشواط اللي كان يدخلها كان كله في اشواط معظمها فئات اليوم نزل لشوط شويه انزل وقدر يفوز بكل جداره يعني والمسافه بينت انه واضحه مناسبه الى هالحصان I think the mile suiting perfect. I get a good run, good draw. Race was on my favor. Take my time. Coming in the straight, I say, okay, boy, time to go. He really pick up well. I'm very pleased for Ali. He's doing a good job. وهذا حصان حصان زين مو محظوظ. هذا حصان هو مو محظوظ الحصان. فالحمد لله اليوم توفق له. الحمد لله يعني. اليوم الجراوند وايد هارد. وايد هارد. لا انت من تصير الشوط صح خيلك يأدون صح نفس ذاك المرة قلت كذي لأن ترى زمران فاز مرتاح بفرق ثلاث أطوال I don't watch behind too far too much but I know the horse pick up and keep going I don't want to take a risk to slow down and to get beat to get caught on the line then I will never forget myself so I'm sorry to win a little bit by 2.5 lengths but at least he win حصة اعتقد فاجأتنا بمركز ثاني
طبعا فاجأتنا حصة في ثاني مشاركة لها تجيب بهالطريقة فرس متطورة ما بين أول سباق وثاني سباق. Think that would work today. She just gets her to relax, you know, and she has to relax. That's the most important thing about racing, and she has relaxed today. So hopefully moving forward we'll have a nice exciting filly. بس خلاص ولا فوربيدن لاند يستحق نشوف إيش صار معه. أتوقع يعني من خلال اللي شفته في فوربيدن لاند إن المسافة شوي بعيدة. Got tired. Yeah. اي انا بعد حسيت انه يعني ما كان غلط ولا شيء حسيته شوي تعب ما كان قادر يعطي في النهايه يمكن المسافه شوي بعيده كمان I think better for 7-4 yeah 7 furlongs he pulled too hard early on yeah. So 7 would probably good. Took off and after يلا تجربه ما صار he just got tired with just being too strong you know so yeah. It happens قلت لك كلام من فوزي يقول لك فوزي اليوم across the stars يروح وما حد يصيده وقال كذي ايه اذا قال يعني حق وياه الحق وياه؟ ايه اذا قال هل هو يطلع منه هالكلام كذي؟ ايه يطلع منه كلام كذي وبالضبط قال فوز عليهم انا اتوقع صراحة كروس ذا ستار هو اللي يحسب الشوط يعني مع فارس عبد الله فيصل وليش لا؟ لو 2004 احسن لا؟ ايه ستير هوش بس هو قط رايح ال 2000 بس ما يخدمها في خيل اسرع منه سبيد عنده هاي بس قلب all day long بوم 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 حتى فوق الشجرة تبي يروح كذي قلب اقول لك انترناشونال مان اللي عند الملاح قال يبي يفوز في كاس الملك يعني اذا يبي يفوز في كاس الملك معناته يفوز على كل الخير الموجوده الله يوفقهم ان شاء الله صان طيب بس باخر مشاركه يعني ما عدى صراحه سباق زين فان شاء الله ان شاء الله يتوفق اليوم الله يوفق الجميع ولكن احنا نتكلم بالمنطق منطق الورق وعارف اللي بيصير في الشوط غير شنو يصير ما اظن انترناشونال مان يعني يقدر يفوز على كل اللي موجودين في الشوط لا هو حصان زين ترى ما عنده خساره يعني ماري وذر فان ماري وذر جديد هاي اي ماري وذر فرس حق العاديات هاي اظن ثاني شيء جود لك فور ذم ما تعرف هم اللي مشاركين بلى عيال بس ما درستهم عدل وانا ما ادري الصراحه لان المدربين يقولون لي كذي تغشمرون ولا منصجهم بس ترى ما يجوز ذاك الشوط فوزي غلط في شوط هارد توك ما كان يعرف مغاير وطلع له من حيث لا يجري يعني يلا نشوف روف اند ريسينج ايها السيدات والسادة انطلق الشوط السابع والاخير الشوط الرئيسي ينطلق على كاس مصرف السلام من مسافة 2000 متر بمشاركة 11 من الجياد المستوردة ثيربريت لعمر 3 سنوات وما فوق بانطلاقة انترناشنال مان بشعار الملاح سينديكيت هو الذي يتصدر السباق من البداية يلحق به ثانيا كروس دي ستار بشعار اسطبل رمضان مع الفارس عبد الله فيصل هنا تخطف الصدارة الان من قبل كروس دي ستار المركز الثاني انترناشنال مان والمركز الثالث هنالك يتواجد جيلي ستون مع حسن الصفار ريتيرن اوف ذا ماك رابعا والمركز الخامس بلاي مع الفارس بادي ماترز والمركز السادس يتواجد كينج اوف ذا ثرون مع شيموس كرونن والمركز السابع هنالك ايضا بيرغتوري مع الفارس ديفيد ايجن ومن ثم ماري ويذر مع جيرالد موسي وبجانب العسوف ستار والمركز العاشر هنالك ايضا يتواجد موالي مع الفارس مارشالس جارس وايضا فالديسور في اخر الجيال لا يزال الانطلاق والصداره حتى الان مع كروس ذا ستار سلاله تي سي ذا ستار الفائز في مهرجان رويال اسكوت مع فرانكي ديتوري هنا
يفور في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية خطوة بخطوة من جانب السياج انترناشنال مان ومن الجانب الآخر انطلاقة كروس ستار مع الفارس عبد الله فيصل ومن وسط الجهات هنالك انطلاقة جيلستون مع حسن الصفا ومحاولات أيضا من قبل ميري وذر مع جيرالد موسي وأيضا ريتيرن أوف ذا ماك مع جوجو. فعلا أيها المتابعون الكرام الصدارة والانطلاق حتى الآن متواصل مع كروس ستار مع الفارس عبد الله فيصل محاولات أيضا من قبل جيلستون مع الفارس حسن الصفا من جانب السياج انطلق أيها المتابعون الكرام. إذا جيلستون سلالة ديكودياك على صدارة هذا الشو مع حسن الصفا إذا جيلستون إلى آخر أشواط الأمسية. المركز الثاني كروس ستار ريتيرن أوف ذا ماك في المركز الثالث وبرغاتوري في المركز الرابع. إذا جيلستون بقيادة موفقة من الفارس حسن الصفا من ينتزع صدارة الشوط السابع على كأس مصرف. قلت لكم إذا ما درستوا الخيل بيطلع لكم أحد ما كنتم متوقعين منه. بس بنتعرف على جيلستون الحين. عيار الجوكي في محله. نعم؟ شو معنى جالس في محله يعني؟ عيار الجوكي في محله. جون؟ في رجوك في محل. اي نعم اليوم لقيت لي الوزن يفرق. اليوم صدق بقول لك الوزن قلت الوزن إيه؟ اليوم بوافقك الراي. نعم لان مفاجاه صراحه هو جاي مفاجاه ورا استكمال صحيح مع الناس اللي في دي شوط ما توقعته اي اول الحمد لله يعني ريت 83 غالب اصلا نعم. ريت 94 احنا على شنو احنا الهندي كبر ايه بدي 95 نسينا ايه الهانديكابر انا طايره انا من موضوع الهانديكابر علي يلا دي سي هاز رايد اوكي حين فهم فوزي وفهمت ان فوزي يقصد ان الفارس حسن الصفار مو بادي. والله الحصان بيني وبينك الحصان كلش زين وبس انه شوي مجنون الحصان يعني ما قاعد يروح سيده كله يبى يعني ما يحب الريس فكان جنونه له من الستارت الى تقريبا السيده كنت كله حاولنا احتفظ فيه لانه كان كله يبى يطلع برا يبى يطلع يلف هاي الحصان خطير يعني كان كذا مره مسويها فالحصان قوي فيه قوه بس ما قاعد يطلعها لانه شوي في جنون شوي فاليوم حاولت ان احتفظ فيه شوي ما اروح قدام لان اوردري كان المفروض اروح قدام اذا ما حد راح بس احتفظ فيه لتقريبا السيده حس خليته يامن للشوط للريس فيوم جيت السيده حركته اندفع بقوه فكنت اقدر اجي من الخارج واغلب مرتاح بس ان خفت انه يروح برا فيلف وبس ما شاء الله عليه مشي من وديته صوب الريل خلاص مشى وغلب احنا شفناك في فترة الحصان كان برا وعبد الله فيصل خلاص راح يفوز بس رديت دخلت داخل لانك انت ضامن الفوز هني يعني اخر 400 متر انا قلت حق جابر لو كنت قاعد ثاني ثالث اتوقع حصاني بيقدم ريس افضل من ال 600 حصان بروحه قدام الى اخر 200 متر نفس اللي مال يعني ما تعب ولا خفف بس خلاص يعني تو ايرلي صرت انا قدام ولو قاعد شوي ورا يعني مثل ريسات اللي سابقها انا اشوفه كان يقدر يفوز مره ثانيه تو الحين ريسين ضايع ثلاثه تو انه ما ادري ما عجبني الصراحه الوضع ولا حسيت ان جابر كان ماخذ الموضوع جد بس جيلي ستون ضمنت الفوز شفت حصاني مليان يعني كان اقدر افوز باي طريقه مفاجأة صراحة ما توقعنا حسن صفر مثل ما كنا نعرف مقاتل يعني صعب اليوم جيب جوكي أي جوكي أجنبي بيجي يدخل من هالمكان الضيق خلال جيت من داخل ولا من داخل فحاولت أن أجي من داخل أحسن لي وما شاء الله ما شاء الله يعني حسن الصفر جيلستون مفاجأة صراحة قوية سلالة ديكودياك على صدارة هذا الشو ما حسن الصفر إذا جيلستون إلى آخر أكيد كلكم تسألون عن لي وين وأكيد تبون تعرفون إيش صار معه ويمكن بعضكم سمع روايات بس بعد تأكدوا إنه بتكون غير
لما تسمعونها من المعنيين. لي وين؟ ليش ما مو موجود؟ في انجلترا. عشان توقيف الاستيوارد؟ ايه. سبب خلاف معنا؟ ايه. انا فهمت انه صار في خطأ في شوطة وانتو ناديتو على هالاساس. صح؟ شوط السنتين. ايه ما صار شيء. ضرب فرسة شابوك. زين. ضربت في حصان اللي صوبه. الحصان صوبه ضرب في الفرس اللي صوبه. فعلى هادي يعني. فالظاهر انه عصب وياهم. It was only one steward asking me questions, which was Hamid Qasim. Hamid Qasim. Hamid Qasim. Yes. Hamid Qasim. Yes. He continued to ask me what I felt were stupid questions. هو قال انتو ناديتو وما سألتو حتى يعني ما قلتو له شنو اللي انتو شفتو. كنتوا تسألونه شنو صار في الشوط؟ وش سويت في الشوط؟ فهو استغرب إنه إذا أنت كستيوارد منادية علشان تقول له شنو الخطأ، فأنت هو من واجبك إن أنت تقول له الخطأ بطريقة مباشرة، مو بتسأله شنو صار في الشوط. سمعت هاي قانون السباق غير وقوانين برع غير. فهو يتكلم عن قوانين برع كيفه؟ I thought he was just wasting my time. I didn't quite understand what was going on. And I asked him to explain what it was he wanted to know. I couldn't understand what he was talking about, and he started to get irate. So then I started to get a little bit irate. But at no point did I shout or swear or anything like that. But I was getting a bit impatient with him. And then it came to a point where I just got up and I said, "Look, do what you want." فإذا أنتوا ناديتوا على أساس هاي الخطأ، فليش القرار اللي تم اتخاذه بدلي؟ كان على فقط سوء سلوك، مو على الخطأ نفسه اللي صار في الشوط. إذا تكلمنا وياه على الخطأ، هو تمادى على سوء سلوك، راح على سوء سلوك. أوكي خلنا. فخذ الخطأ ذاك 100 دينار. أوكي. واللي في الريس. اللي في الريس 100 دينار عليه غرامة. غرامة 100 دينار كانت. سوء سلوكه توقيف سباقين. بس الحين اللي أنتوا طلعتوا إنه. 100 دينار و توقيف سباقين. الكلام لا واضح ولا صريح. تقرير الستيوارد واضح وما كان مذكور أي شيء يخص السباق. وفوق ذي حسين عبد العلي من الستيوارد طرش لنا إيميل، ترى إن اللي قلناه في الحلقة عن التوقيف كان غلط، وإن سبب توقيفه مو اللي صار في السباق، فقط سوء سلوك. وبعد ترى قلت هالكلام حق محمد قاسم، وأنتوا حكموا من الرد شو الموضوع. محمد لحظة شوي ما استوعب الحين الريبورت اللي طلعته ما كان عنده سوء سلوك. اول شيء ناديناه مره ثانيه على العاده، اعطيناه قلنا له غرامه 100 دينار فيه على السباق. ايه بس هاي ما اعطيته اياها صدق الخطا اللي في السباق. اوكي فهو هني اساء السلوك ماله. اوكي حصل اسبوعين توقيف. اوكي فصار 100 دينار اسبوعين. فالأمية دينار هي على الخطأ اللي صار في السباق. إيه. والأسبوعين التوقيف على سلوكه. إيه نعم. أوكي بس. تبين هزيت تعطينا؟ أعطي شنو؟ إنتين. لا بس أقصد إنه يعني لأنه أنا ما شفت هاي مكتوب في الريبورت. إيه. اللي كان في الريبورت السبب إنه باد بيهيفير يعني بسبب سوء السلوك. تالي صار على باد بيهيفير. بس ما حطيته وإن أنت ترى صدق خالفتوه على اللي صار في السباق. شنو هذا هو؟ ما أعرف. وأنا ما أدري هاي السالفة اللي سواها عليها عقوبة أو لا، بس إنهم العقوبة صارت على تصرفه وياهم، هذا حسب تقرير الستيوارد. So I went back in and I was a little bit angry about that. But I sat down and he started to tell me about the same Hamid Qasim started to tell me about misbehaving in children. At which point I stopped him and I asked him, "What am I in school? What is this?" You know, I just felt like they were intimidating me and not giving me any respect. I give them respect, but they don't give me any respect, not at all. إذا إحنا سألناه هو ما عجبه سؤالنا وما عجبه عقوبتنا، في لجنة ثانية اسمها لجنة الاستئناف يستأنف ضدنا، يروح يقول والله دلين ما تكلموا وياه عدل كذي كذي كذي، كل شيء اللي بيقوله خلي يقول حق لجنة الاستئناف. There's no point in the history of the Bahrain Turf Club. Have you ever known an appeal to be won? Just once, but closing, I guess.
Right, with Fawzi, and when was that? In the last year, I think it was, wasn't it? When Paul Barton was overseeing things, maybe. ده ما ينفع الاستمرار. لازم يحترم أنظمة وقوانين نادي راشد هني. اللي ما يحترمها أظنتي ما له مكان. مفروض ما له مكان. I can tell you, I have no problem with any of the shorts. This one in particular, it's the way he talks to people. And the man doesn't understand racing or being a steward in any term of the word. He's not a professional steward. I'm a professional jockey. I have been for 20-something years. But he's not a professional steward. And anybody can tell you that he's not a professional steward. I don't know where he got his training from, what qualifications he holds. Where is he now to speak? خليه يتكلم. أقول له في لجنة استئناف فيها عليا عندنا إحنا مو بتشدي. In 22 years riding, I've never ever ever had a case like this. I've never had a problem with stewards in any country, and I've ridden in many countries, and I've never ever had a case of that. Never. إيه مو على كيف يعني أي واحد قال كلمة كلمتين مشيت. إحنا نادينا بس هو ما احترم المكان اللي هو فيه. اي واحد في اي عالم ما يحترم دي المكان يطردونه اصلا ما يخلونه داخل الاستوارد احنا وايد احترمنا زياده عن اللزوم. I'm still quite upset over it because you know I had a real I had a great time last season in Bahrain and yes. I had a great time again this season in Bahrain. I love working for Afu Racing Stable. Mohammed Saeed, one of the best trainers I've ever worked with, and I've worked with some good trainers. انصدمت الصراحه انه يعني لي خلاص راح. اي والله قلنا له راجع قرارك فكر نص الموسم قال لا انا اخذ قراري وخلاص. It would be nice. It would be nice to come back to Bahrain, but I don't know if I'll be coming back to ride, but maybe for a holiday. شنو بتسوون الحين؟ الحين عليك اللي ما تضيع. تعلم دائما ان تسمع عشان تفهم، وتعلم دائما ان اي قرار تاخذه او اي تصرف تتصرفه ما بيأثر على شخصك وخلاص، بيأثر على سمعة ونظام كيان. الانحياز لطرف مرفوض، والإجابة عن اي سؤال واجب على كل مسؤول، وما في شيء بينتهي اليوم، فالنهايات ليست الا بدايات، ولكل سباق بداية اخرى عند اهل الخيل. الحين ما في فايدة، لازم مو بموظفين في النادي. فما يصير لا هذا شيء سلمان بيفيدك. ممكن هذا شيء اذا بغى يعيدون النظر فيه. هل بصير شفافية؟ الله أعلم.